قدمنا اليوم مشروع الشارع مراسيم اثنين متعلقين بحق الأول منهم حق الولوج للثروات البحرية، والثاني حول الحقوق المترتبة على الكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني. وكان المشروعين هدفهم واحد، هو تخفيف الضغط الضريبي لهذه الحقوق، سواء كان حق الولوج أو حق المرتبط بالكميات المصطادة والمفرغة. بالنسبة لحق الولوج، تم تخفيض هذا الحق بالنسبة لكل العينات وبالنسبة لكل المنتجات ب2%، كل واحدة من العينات الموجودة وكل حد من كل واحدة من المنتجات، سواء المنتجات الطازجة والمحولة والمحضرة، على انها انتقصت حق الولوج عليها ب2%. وبالنسبة للكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني، انتقص ذاك الحق بالنسبة للسفن اللي الكميات اللي تصطاد لا يتعود عندها توجه للسوق المحلي، انتقصت بشيء ما يزيد على 67%. والكميات الأخرى اللي قايسة التخزين والتجميد والتصدير انتقصت 50%. هذا هو فحوى المشروعين اللي قدمنا اليوم واللي نالوا مصادقة المجلس.